مرآة المستقبل تعكس وجهها الحقيقي في الإمارات، تراها جلية في جميع زوايا الدولة وسمائها وإماراتها، أيقونة، برمجة، استراتيجية. الذكاء الاصطناعي أحد أبواب المستقبل الذي ينادي طارقيه إلى الجهوزية التامة. الإمارات سابقت المستقبل وأعلنت في أكتوبر 2017 عن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك بتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 وتعجيل تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، مستهدفة أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية وخلق سوق جديدة واحدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية. آليات تعمل عليها الإمارات كل يوم. البنية التحتية المستقبلية في الدولة أثبتت قدرتها وكفاءتها على استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة. مبادرات استهدفت النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة والمرور بحلول مبتكرة وإنتاجية عالية، أساسها بناء فريق عمل الذكاء الاصطناعي وتشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي للدولة وإنشاء فرق عمل مع رؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، ولعل آخرها إطلاق مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لبناء جيل حكومي قادر على الانخراط في برامج وتطبيقات منظومة وفوائد استخدامات الذكاء الاصطناعي، ومركز جديد داعم أول لتحقيق هدف وتطوير خدمات مستقبلية ترتكز على مواكبة التحولات المتسارعة في الإمكانات التكنولوجية.